السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. بادئ بدء صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نلتقي معكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات ميركاتو ديزاب، حلقة نتكلم فيها عن سوق انتقالات لاعبين الجزائريين بكل مصداقية بعيدا عن الإشاعات والبهرجة. كذلك ستكون معنا حصة حول انتقالات اللاعبين في مختلف الأندية الأوروبية بعد نهاية اليورو. على ذكر اليورو أحبتي، هناك إخوة فضلاء عرب من مختلف الدول العربية متمكنين في تحليل المباريات وقراءة اللقاءات، نتكلم ونتناقش حول اليورو ونحلل مباريات اليورو ومختلف أحداثه، وسنتواصل بإذن الله طيلة الموسم المقبل مع مختلف الدوريات، وسنركز بصفة خاصة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. فكونوا في موعد ولا تفوتوا الفرصة في هذه التجربة الفريدة من نوعها. إذا أحبتي، ننطلق ونبدأ رحلتنا مع انتقالات لاعبين الجزائريين. البداية بأول انتقال رسمي في هذا السوق، وهو انتقال لاعب بارادو آدم زرقان ابن اللاعب الرائع اللاعب صيف ماليك زرقان، الذي انتقل من نادي بارادو إلى نادي شارلوروا. من يسأل عن شارلوروا؟ هو نادي بلجيكي احتل المركز الثالث في الدوري البلجيكي الموسم الماضي، وسيلعب في البطولة الجديدة التي أحدثها الاتحاد الأوروبي، وهي بطولة المؤتمرات. عندنا دوري أبطال أوروبا كلكم تعرفونه، ثم بعد ذلك الدوري الأوروبي الذي احتجتم على مشاهدته كل سهرة خميس. وهذا الموسم تم استحداث بطولة جديدة، وهي بطولة المؤتمرات، تضم أندية الوسط في الدوريات الأوروبية الكبيرة والأندية صاحبة المراكز الثانية والثالثة في الدوريات المتوسطة والضعيفة أوروبيا. إذا حسب اعتقادي هو انتقال موفق وموفق جدا. فكما قلنا لكم أحبتي أنه اللاعب الجزائري لا يمكنه أن يلعب مباشرة في المستوى العالي كما أشيع وتم نشره من أكاذيب أن آدم زرقان سيمضي في لايبزيغ، سيمضي في ليفركوزن، سيمضي في كذا، كلها أكاذيب. اللاعب الجزائري لديه إمكانات، اللاعب الجزائري موهوب، لكن يا أحبتي هناك أمر مهم جدا يجب أن لا نغفله، وهو التنافسية. أن تنافس في الدوري الجزائري دوري محطم من كل النواحي، دوري متواضع جدا في كل المجالات والنواحي، لا يمكنك أن تذهب مباشرة للدوري الألماني أو الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي أو الدوري الألماني، فهذا ضرب من الخيال. الآن آدم زرقان سيتمرس في نادي شارلوروا في بلجيكا، سيتمكن من اللعب مباريات أكثر، سيتمكن من صقل موهبته من الناحية الذهنية، من الناحية البدنية، من الناحية الفنية، من الناحية التكتيكية، بعدها يصبح مؤهلا لأن يلعب في نادي وسط في مثل أندية الدوري الفرنسي مثل مونبلييه، مثل ران، مثل بوردو. بعدها يمكن للاعب أن يأخذ الخطوة الموالية ويلعب في المستوى العالي. إذا نتمنى التوفيق للاعبنا آدم زرقان أحبتي، وهذه يعني نصيحة لكم، لا تصدقوا الأخبار التي تنقل لاعبنا من البطولة إلى الأندية الكبيرة، فهذه إشاعات وكذب فقط لا غير. ننتقل الآن إلى لاعبنا ونجمنا رياض محرز. هناك أخبار وإشاعات خرجت مؤخرا عن اهتمام أرسنال، عن اهتمام توتنهام، كذلك عن رغبة مانشستر سيتي في بيع اللاعب. صحيفة ديلي ميل يوم أمس خرجت هذا الخبر. للأمانة صحيفة ديلي ميل أحبتي مصدر غير موثوق تماما، مصدر مليء بالإشاعات. عندكم الديلي ميل، عندكم ذا سان الإنجليزية، عندكم يعني عدة صحافة، عدة جرائد إنجليزية مليئة جدا بالإشاعات. على فكرة حتى الصحافة الأوروبية مليئة بالإشاعات، خاصة في هذه الفترة من الموسم، فترة الانتقالات، وسوق الانتقالات مازال ما فتحش رسميا في أوروبا، تبدأ الإشاعات حتى يكونوا مبيعات، لأنه الآن الديلي ميل على ماذا تتكلم؟ الدوري متوقف. حسب رأيي، هل محرز يبقى في السيتي؟ هل يخرج من السيتي؟ سنتكلم على هذا الأمر الآن. كلكم تعلمون أنه جاك غريليتش نجم الكرة الإنجليزية حاليا أمام السيتي بمبلغ يفوق 100 مليون يورو. كذلك الكلام يدور حول أنه كين سيكون جديد هجوم مانشستر سيتي.
هذا سيعود بالسلب على لاعبنا رياض محرز. لماذا؟ لأنه تعرفوا أولا وقبل كل شيء، الموسم الماضي رياض محرز لعب كثيرا في نهاية الموسم، أولا بسبب ارتفاع مستوى، مش ارتفاع مستوى لأنه محرز دائما مستوى مرتفع، بل يعني حضوره الذهني والبدني في كل المباريات الأخيرة، كذلك عدم وجود مهاجم. لماذا؟ لأنه أغويرو بعد الإصابات الكثيرة كلما يعود مستوى نازل، كذلك خيسوس يعني مستوى كان في الحضيض غوارديولا تخلى عليه، وبالتالي غوارديولا تخلى على المهاجم الرأس الحربة واعتمد على المهاجم الوهمي، وهذا عاد بالإيجاب وبالفائدة على لاعبنا محرز، لأنه كما تعرفوا غوارديولا يعتمد على 5 لاعبين في الناحية الهجومية، عنده رودريغو كلاعب ارتكاز، بعد ذلك عنده لاعبين في الوسط الهجوميين و3 لاعبين في الهجوم، عنده لاعب محور وهو غوندوغان وفي بعض المرات يكون برناردو سيلفا، عنده لاعب وسط هجومي اللي هو دي بروين، و3 لاعبين هجوميين على اليمين عنده محرز، على اليسار عنده ستيرلينغ أو فودين، وفي الوسط عنده مهاجم، مرة نشوفه فودين يلعب كمهاجم وهمي، مرة نشوفه دي بروين يلعب كمهاجم وهمي، مرة نشوفه ستيرلينغ يلعب كمهاجم وهمي، وحتى محرز مرات يلعب كمهاجم وهمي، وبل اضطر إلى لعب غوندوغان كمهاجم وهمي عندما أصيب دي بروين. الآن محرز ما عندوش فرصة اللعب في المهاجم الوهمي، وراح تنقص المراكز وراح تقل المراكز اللي تكون فيها عليها التنافسية، وبالتالي فرص محرز راح تكون قليلة جدا. غوندوغان سيكون في خيار صعب وفي تنافسية مع كل من برناردو سيلفا وكذلك جاك غريليتش الذي جاء إلى السيتي. برناردو سيلفا كلنا نعلم أنه في آخر الموسم الماضي تكلم مع غوارديولا وقال له لا أريد أن ألعب في الوسط، أريد أن أعود إلى مركزي وهو الجناح الأيمن وهو مركز رياض محرز. وبالتالي الآن بقدوم جاك غريليتش أعتقد أنه برناردو سيلفا سينافس محرز على الجهة اليمنى. كذلك ما ننساوش اللاعب الإسباني فيران توريس اللي سجل اليوم ضد المنتخب الكرواتي، كذلك الآن غوارديولا سيدخله تدريجيا إلى المباريات. جاء الموسم الماضي لم يلعب كثيرا، هذا الموسم أكيد غوارديولا راح يبدأ يدمجه في الفريق ليجهزه للموسم المقبل، وبالتالي فيران توريس هو الآخر راح ينافس رياض محرز على مركزه. ليس ذلك فحسب أحبتي، لأنه كما تعلمون في الجهة الأخرى هناك فودين وهناك ستيرلينغ، أقصد الجهة اليسرى أو الجناح الأيسر. جاك غريليتش يمكنه كذلك أن يلعب كجناح أيسر، أي أنه عندما بيب غوارديولا يعتمد على غوندوغان أو يعتمد على برناردو سيلفا في الوسط إلى جانب دي بروين، ينتقل جاك غريليتش إلى الخط أو إلى الجناح الأيسر، وينتقل من خلالها اللاعب فودين إلى الجناح الأيمن ويصبح منافسا لمحرز. إذا 4 لاعبين سيتنافسون مع محرز بما فيهم محرز على الجناح الأيمن هم برناردو سيلفا، رياض محرز، فودين وتوريس. أمر صعب وصعب جدا على أن محرز يحافظ على كل مبارياته الأساسية، هذا مستحيل، أقولها لكم من الآن حتى ما يجيوش الآن ناس يسبوا غوارديولا ويشتموا غوارديولا ويقولوا أنه عنصري وأنه ظالم وأنه خلاص واضح جدا. الآن محرز لابار في يده كما يقولوا، الكرة في يد محرز، هل تريد أن تكون لاعب يتم المداورة به أم تريد أن تكون لاعب نجم عالمي تلعب كل مبارياتك أساسي طيلة الموسم؟ إذا أردت الخيار الثاني عليك أن تأتي بعرض مهم جدا وتخرج من السيتي. إن أعجبك الحال وأردت الحال الأول وأردت الراتب الكبير فاجلس في السيتي. يتكلمون عن أرسنال، أرسنال هو رجوع للخلف بالنسبة لرياض محرز، أرسنال حاليا هو نادي متوسط، أرسنال حاليا هو نادي من الدرجة الثانية أو من الصنف الثاني وليس نادي كبير، ليس نادي عالمي، حتى الدوري الأوروبي لن يشارك فيه الموسم المقبل. توتنهام ممكن أن نتقبل الأمر، لكن حسب رأيي يعود إلى ليستر ولا يذهب إلى أرسنال. خروج من إنجلترا هذا شبه مستحيل لأن الراتب تاعه ما يستطيع أن يدفعه له لا بايرن ميونخ، لا جوفنتوس، لا ريال مدريد ولا برشلونة، فقط الأندية الإنجليزية من تستطيع أن تدفع الراتب الذي يأخذه محرز مع السيتي. على كل إحنا ما نطولوش في الأمر كثير، راح ننتظر جديد السوق وماذا سيأتي به السوق. لا تسمعوا الإشاعات يقولون أنه أدم الناس قبل فترة في الميلان، هذه كذبة إشاعة ما تسمعوهاش وما يعني ما تحاولوش أنكم تنتبهوا لهذه الأخبار. ميلان عنده توجهات أخرى، عندي اتصالات مع مشجعي لميلان يقولون بأن هذه الأخبار لا أساس لها أبدا من الصحة ولا وجود لها أصلا، والميلان غير مهتم تماما بأدم والناس. أحبتي نتوقف عند هذه النقطة، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاؤنا يتجدد معكم في قادم الحلقات من ميركاتو ديزاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.